تعرف محمد صلاح على زوجته ماجي في البداية أثناء دراسته في قرية بسيون، حيث كانت زميلته في نفس المدرسة في صغرهم، لتتحول صداقتهم سريعا إلى قصة حب. تكللت هذه القصة بالزواج في ديسمبر من عام 2013 في حفل زفاف بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. كان زواج محمد صلاح من ماجي وش السعادة عليه، وانتقل بعدها إلى تشيلسي ثم إلى الدوري الإيطالي، وصولا إلى انتقاله الأهم في مسيرته إلى ليفربول. منذ زواجهم وهي لا تظهر أبدا في وسائل الإعلام إلا نادرا جدا، ويفضل صلاح الحفاظ على حياته الشخصية بعيدا عن الأضواء والإعلام. أنجب صلاح وماجي ابنتهم مكة في عام 2014، ونالت شهرة كبيرة منذ ولادتها بسبب اهتمام صلاح الدائم بنشر صور لها تجمعه بها. ظهرت ماجي للمرة الأولى في حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لمشاركة زوجها تلك اللحظة الفارقة في حياته. ظهرت ماجي مجددا أثناء مشاهدة إحدى مباريات ليفربول من ملعب ليفربول، حيث التقط الإعلام صورها بجانب زوجها محمد صلاح. ظهرت مرة أخرى عند تسليم زوجها الحذاء الذهبي بعد إحرازه 32 هدف في موسم واحد، ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في نسخته الحديثة بموسم واحد. كما ظهرت ماجي في عدة مناسبات أخرى أبرزها خلال لقاء ليفربول وبرشلونة التاريخي، وجلست بجانبه في مدرجات الملعب وغاب عن المباراة بسبب إصابته. صرح صلاح بأنه يعشق التواجد بالمنزل مع زوجته وابنته مكة، وأنه لا يحب السهر والخروج ليلا، وكان شديد الحرص على اصطحاب أسرته في كل مكان ذهب إليه ولعب به. محمد صلاح في تصريح له أوضح أنها كانت دائما الدعم الأكبر له وأحد أهم الأسباب في حصده الجوائز المتتالية. وضعت ماجي مولدتها الثانية فجر السبت 8 فبراير من عام 2020 في أحد مستشفيات إنجلترا، وأطلق الزوجان عليها اسم كيان. خطفت ماجي الأنظار بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية نيابة عن زوجها محمد صلاح، رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية في نوفمبر من عام 2011. أراد صلاح رد جزء من جميل زوجته التي ساهمت في نجاحه ووصوله إلى العالمية، كما يقول عنها وشها حلو عليا. لم تمر مناسبة إلا وكان صلاح دائم التحدث عنها وعن إنجازاتها في حياته، فوصفها بأهم ضلع في منزلهم. وقال عنها ماجي من أكثر الأشخاص المظلومين في حياتي، بسبب طبيعة عملي أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي. وفي لقاء تلفزيوني عبر عن مدى حبه لزوجته قائلا مهما أقول مش هقدر أوفيها حقها، هي أكثر شخص يعاني في ظل الظروف التي أمر بها، وهي تعتني بالأطفال وست بيت ودايما بتعتني بالأطفال. أثار صلاح ضجة على مواقع التواصل بعد حذف صور زوجته من إنستغرام، مما تسبب في تخوف البعض من أن تلك الزيجة انتهت، لكن كشف أنه حذف الصور للحفاظ على خصوصية حياته الشخصية وحماية أسرته من التعرض إلى المضايقة أو التنمر. طالت شائعات الانفصال صلاح وزوجته مرة أخرى بعد زيارة ماجي بطفلتيها لقرية نجريج في الغربية، ولكن اتضح إنها زيارة عائلية فقط قبل العودة لإنجلترا مرة أخرى ولا صحة للانفصال.